ليك هذا الفضاء مزيان، كنشكروا الناس اللي ساهموا في التأسيس ديالو. مزيان لأننا محتاجين بحال هاد الفضاءات، ما كاينينش نقولوا من عادمين الا ما قلنا واحد الفضاء او جوج وبعادين كنعانيو ولا بغينا نخرجوا وليداتنا يلعبوا، خصنا ضروري من ترونسبور ونخلصوا عليهم باش ندخلوهم يلعبوا. فهاد الشيء مزيان، كنشكروا الناس اللي يعني كل من ساهم في تاسيس هذا الفضاء، ورجاء رجاء لكل الزائرين وكل الساكنه باش يحافظوا على هذا الفضاء، يخليه وليداتنا يلعبوا فيه، لان باللعب كتكون الشخصيه تاع الطفل، والطفل راه هو يعني نواه ديال المستقبل ورجال الغد ان شاء الله. في اطار تاهيل حضاري لمدينه بيبرا، تم اليوم بفضل الله وبعونه افتتاح هذا الفضاء الترفيهي الجماعي اللي كيتكون من ساحة خضراء وملاعب الترفيهية وألعاب الأطفال، اللي كنتمنوا إن شاء الله هذا الفضاء هذا يعطي واحد الجمالية، ونتمنوا للساكنة ديال مدينة بيقرا باش يدوزوا الأوقات ديالهم أوقات ترفيهية وأوقات استجمام في هذا الفضاء، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا. احنا فرحانين بزاف، وليداتنا فرحانين بزاف بهذه الحديقه، وكنشكروا المجلس البلدي على هذا الشيء اللي دار، وهذه مبادره فرحنا بها بزاف احنا بالنسبه لسكان مدينه بيقرا، ورحنا فرحانين وليداتنا فرحانين كيلعبوا وفرحانين بزاف، وكنتمنوا من الناس يحافظوا على هذه الحديقه وهذا الجرده فين يبقاو يلعبوا وليداتنا وشكرا. رحيم، كما كتلاحظوا معنا انه اليوم تم الفتح ديال هذا الفضاء في وجه الساكنه ديال المدينه ديال بيقرا، هذا الفضاء اللي تقام هنا في المكان ديال السوق القديم، اللي حنا كنترجوا منه انه يعطي واحد الاضافه نوعيه لسميتو الفضاءات العموميه والفضاءات الخضراء، فضاء ديال الالعاب كاين حتى هو، والطلب ديالنا او الملتمس ديالنا للساكنه ديال المدينه انهم يحافظوا على هذا الفضاء، لان الفضاء ديالهم ديال الساكنه وديال الاطفال ديال المدينه، وشكرا.